أنادي بأن المؤسسات العلمية ينبغي أن تكون مستقلة، فالعالم والمفكر لا يمكن أن يعطي إلا إذا كان مستقلا في فكره ومنهجه. فمن هنا الوصاية على هذه المؤسسات هي مؤسسات تخدم الأنظمة. وما يقع الآن في مصر والأزهر الشريف له أكثر من 900 سنة، نحن مفتخرون به، وتخرج منه العلماء والمفكرون الذين كانت لهم يد في تغيير الفكر الإسلامي العالمي. ولكن مع كامل الأسف الآن أصبحت هذه المؤسسات الرسمية سواء في المملكة السعودية أو في الأزهر أصبحت خادمة للأنظمة. فلا يعقل أن المفتي يزكي ويوقع على هذه الإعدامات. وما دخل المفتي في هذه الإعدامات؟ إذن هذا يبين على أن العلماء، عمل العلماء انحرف عن مساره. فدور العلماء في تنوير الرأي العام وفي الإسهام فيما هو إيجابي، أما أن يكون دور العلماء في تزكية المؤسسات الدولة فهذا ليس من عمل العالم، ولكن هذا يدخل في علماء البلاط الذين كانوا وما زالوا وسيبقون إلى أن يرد الله أرضهم عليها. من هنا تبرز هذه الفعاليات مثل الوسطية واتحاد علماء المسلمين لإلقاء الضوء ولتبيان الوسط فيما ينبغي سلوكه في هذا الجانب. فالعالم لا ينبغي أن يكون ضد المؤسسات ولا يكون منحاز لها، ولكن هو وسط. فإن أصابوا يشيد بإصابتهم، وإن أخطأوا لا يكون إما يتبعهم.